مساء الخير. أنا مزنة حسن، مدير تنفيذي ناظر الدراسات النسوية. أنا برحب بالناس اللي جت النهاردة. الفكرة النهاردة في اليوم هو مش مؤتمر ومش إطلاق للتقرير، هي الفكرة الأساسية إن إحنا عاملين زي جلسة نقاش حوالين تجربة ناظر الدراسات النسوية في أكاديمية المشاركة السياسية للنساء. وفكرة الأكاديمية المشاركة السياسية للنساء هي جزء من عمل ناظر الدراسات النسوية المهتمة في الأساس بخلق حركة نسوية ودعم النساء في المجالات المختلفة، واهتمامنا بالمجال السياسي للنساء نظرة بنحاول إن هي ما تبقاش الشكل التقليدي للنساء. ناظر كان عندها تجربة في 2010 في إن هي راقبت الانتخابات البرلمانية، اللي هي يعني أغلب الناس عارفة إن هي تقريبا كانت أسوأ انتخابات برلمانية مرت بمصر. كانت ناظرة، فريق عمل ناظرة بيشتغل في الوقت ده على دعم على المراقبة من منظور النوع الاجتماعي. ونتيجة التجارب المختلفة اللي هو كان في 2010 كانت تجربة التطبيق لما سمي بالكوتا، يعني اللي هو كان إضافة 64 مقعد للنساء. احنا كانت نتائج اللي طلعناها من المراقبة والتحليل بعد كده إن استخدمت قضايا النساء استخدام سياسي، واللي وصل بعد كده إن أغلب النساء اللي نجحت كانت نساء من الحزب الوطني، واللي ما ساعدش على دعم النساء بأكتر الأشكال. وقررنا من الوقت ده حتى قبل قيام الثورة إن إحنا نبتدي نشتغل بشكل مختلف، مش على المراقبة، على دعم النساء. وكنا مهتمين إن يبقى شكل الدعم في الأول هو دعم للنساء من المحليات، النقابات المهنية أو العمالية أو حتى اتحادات الطلبة. لكن بعد قيام الثورة المصرية تصورنا يعني إن البرلمان اللي جاي، وهو يعني ما أطلق عليه برلمان الثورة، كان مهم إن إحنا نبقى موجودين فيه ويبقى مشاركة النساء موجودة فيه. حبينا تبقى مشاركتنا كمان مش بس بشكل يعني التقليدي اللي الناس كتير اشتغلت عليه. احنا من الاول كان عندنا مطالبات بشكل معين مرتبط بنقد تجربة الكوتا اللي حصلت في 2010، ان احنا كنا شايفين ان القوائم دايما مهمة، وان احنا كنا مهتمين بوضع النساء على القوائم، وكنا بنحاول نعمل ضغط. بس يعني اليوم النهاردة هيشرح الحاجات المختلفة والاجزاء القانونية كمان والتطور القانوني. احنا بعد كده اشتغلنا، الاكاديمية اشتغلت مع 16 سيدة في 8 محافظات في مصر. حبينا نشتغل بفكرة التدريب بالمعايشة، اللي هو الفكرة الأساسية مش إن إحنا الناس بتتدرب في القاهرة، الفكرة الأساسية مرتبطة بإن إحنا نبقى موجودين مع الناس في أماكنها. إن إحنا عملنا في الأول شكل تحليل للمناطق، هتلاقي يعني نسخة التقرير مع حضراتكم نبص عليها، وتحليل كمان لنقاط القوة والضعف للسيدات دي، وإن فريق العمل ينزل مع النساء دي. والحقيقة يعني التجربة ان انا كنت موجودة فيها مع فريق العمل، اعترف ان احنا وانا شخصيا اتعلمت اكتر من الستات دي، وكانت بالنسبة لي تجربة يعني انا بعتبرها من اهم التجارب الانسانية والسياسية اللي شفتها في حياتي. يعني الاكاديمية اتشرفت بان هي كانت واحدة من اللي هي ورتنا يعني حاجات كتير من مصر، ويعني وتعلمنا منها. هي سناء السعيد اللي هي احدى النائبات اللي هي بتشرفنا النهارده، كمان معانا الاستاذه منى ربيع اللي يعني كانت الطف رحله الاطفال وهيبقى موجود كمان في الجلسات الجايه بعض من المرشحات. الفكره كمان اللي احنا مهتمين بيها النهارده فكره يعني نسخه من التقرير مع حضراتكم، ان احنا بنعرض الموضوع بمميزاته وعيوبه. احنا بمنتهى الصراحه عايزين الناس تنقدنا في المعلومات وفي شكل تصورنا وفي كل الحاجات دي، لان احنا شايفين كمان احنا كنا عارفين من الاول ان مش يعني توقعنا لنجاح النساء كان قليل جدا، لان احنا كنا فاهمين ان النساء محطوطه على مش على القوائم من الاول، فنسبه النجاح قليله. بس احنا ايماننا بالمشاركه السياسيه للنساء مش فكره النجاح بس، فكره الرحله السياسيه. الاكاديميه كان عندها معايير شويه كانت بالنسبه لناس معينه قاسيه، بس احنا كانت مرتبطه عندنا باشكال معينه. الاكاديميه حبت تدعم نساء اقل من 45 سنه، لان
نظر الدراسات النسوية مرتبطة أساساً بفكرة إن إحنا بنحب نشتغل مع النساء الأقل تمكين، النساء اللي من الآخر ممكن إحنا نتعلم منهم وهم يتعلموا مننا. فكنا كمان بفكرة إن إحنا عارفين إن أغلب النساء مش هتنجح، يعني إن التجربة السياسية هي في حد ذاتها مهمة، وجود النساء في المجال السياسي بيغير نظرات نمطية عند الناس وتصورات للناس عن النساء في مناطق مختلفة. الأكاديمية كمان ما اشتغلتش مع النساء كانت تنتمي للحزب الوطني الديمقراطي المنحل، وما كانتش الفكرة مرتبطة بأي حال من الأحوال بس بالثورة، هي كانت مرتبطة بنقد لشكل لأحدى تيارات الحركة النسوية المصرية لما كان يطلق عليه نسوية الدولة، وإن كانت النساء دي أولاً ممكنات لمجرد وجودهم في ده، ثانياً كان ارتباطهم بالدولة عامل شكل من التواصل الشديد بين الدولة اللي هي كانت قمعية وديكتاتورية، ومشاركة النساء ده ما كانش بيحصل كمان مع الرجال. وكنا شايفين إن الستات دي مش محتاجينا، إحنا كان لما راقبنا الانتخابات حسينا يعني إن نساء الحزب الوطني ما كانوش فعلاً محتاجين حد. إحنا الأكاديمية نتجت 16 سيدة كانت من تيارات ما أطلق عليها تيارات مدنية مش تيارات ذات مرجعية إسلامية، وكانت الفكرة كمان مرتبطة بإن إحنا فعلا بندعم النساء الأقل تمكينا. تاني حاجة إن إحنا عملنا إعلان ولم تتقدم لنا أي من نساء التيارات ذات المرجعية الإسلامية. إحنا كمان شايفين إن المشاركة السياسية للنساء جزء من دعم وجود النساء في المجال العام، وإن إحنا أملنا دايماً إن يبقى في أمثلة زي سناء السعيد جوه البرلمانات المصرية، إن السيدة ممكن ما تطلقش على نفسها نسوية بس هي داعمة لوجود النساء في المجال العام، هي امرأة سياسية وفي نفس الوقت هي قادرة على دعم حقوق النساء. إحنا يومنا متقسم لكذا جلسة، هنبتدي بزي كليب صغير عن جزء من رحلة الأكاديمية مع مجموعة من المرشحات، وشكراً لكم.